ومين هاي ليلى؟ واحدة. لا بعرف وحدة ولا عشرة، يعني قصدي مين هي وبين بابا عرفها وشافها؟ شافها بالمستشفى وتعرف عليها هناك وعجبته وعجبها وبده يتزوجها. شو فيها هاي؟ شو فيها؟ كيف شو فيها؟ كارثة، مصيبة هاي. من امتى الزواج كان كارثة او مصيبة؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ وكم عمرها هاي؟ وشو بتشتغل ان شاء الله؟ يعني بأول العشرينات بتشتغل كوافيرة. لا كمان؟ حلو كتير، شو هالحكي؟ أكيد بابا صار له إشي عشان يفكر بهيك بنت. أنت اللي أكيد صار لحالك إشي عشان تحكي هيك عبابة، مش عيب عليك؟ واضح إنك موافقة وبشدة كمان. طبعاً موافقة، وليش ما أوافق؟ بابا من حقه يختار شريكة حياته، ولا أنا ولا أنت من حقنا نتدخل في حياته الخاصة. الخاصة؟ آه الخاصة، ولا مش من حقه؟ ربا أنت مش مقدرة خطورة اللي بصير. شو إحنا بحرب؟ خطورة إيش اللي عم تحكي عنها؟ أنا بقول لك خطورة شو؟ بكرة هاي البنت بتلحس عقله لأبوكي وبنصير إحنا عالرف، ومش بعيد كمان تخلف وتجيب لنا شركة بالورثة. لا هاد أنت فعلا صاير إنسان مادي وأناني وما بتنطق كمان. اسمع يا ربا، أنا مش موافق على المهزلة اللي بتصير، فاهمة؟ ولو أبوكي أصر أنا راح أترك لكم البيت وهاجر كمان. سيبك من هاي حجج الفارطة، ما أنت طول عمرك بدك تسافر، مش جديدة عليك يعني. فعلا مراهقة آخر العمر.